بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج كلمة طيبة. لا شك أن من أعظم وأجل مظاهر الصدق أن يكون الإنسان وفيا. لا شك أنه بين الوفاء وبين الصدق علاقة وصلة، فالوفاء هو نوع من الصدق. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الوفاء بالعهد أو الوعد، والفرق بين العهد والوعد إيه؟ العهد هو ما أخذ عليك سواء من قبل الله أو من قبل رسوله أو من قبل أي جهة، ده العهد. ومنه المعاهدات، معاهدات السلام، ينبغي أن تكون موفيا ومؤديا لما تقتضيه بنود المعاهدة. ولو كانت هذه المعاهدة بينك وبين مشرك، ما بقولش بينك وبين أهل الكتاب، بينك ومن مشرك، حتى المشرك الذي يعبد الأصنام ينبغي أن تكون وفيا له. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. شوف، انظر، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وختم الآية بقوله إن الله يحب المتقين، أي جعل هذا الأداء وجعل هذا الوفاء ولو كان لمشرك جعله جزءا من التقوى، جزء من التقوى. اوعى تفكر ان التقوى انك اما توفيش لمشرك، تقول ده مشرك بيعبد غير ربنا يبقى كيف اوفي له. لا تتكلم عن حقوق الله، انما ينبغي ان تتمسك او ان تكون عند حدوده في الشرع، حدوده في الشرع، يعني ما شرعه، ما أمرك به، ما ألزمك به، ما كلفك به، لابد أن تكون عند هذا. ده جزء من التقوى، جزء من التقوى. ده بالنسبة للوفاء بالإيه؟ بالعهد، وفاء ولو كان العهد بينك وبين إيه؟ مش. أما الوعد بقى، الوعد هو ما كان منك. يبقى الفرق بين العهد والوعد إيه؟ العهد ما أخذ عليك، والوعد ما صدر منك عن طيب نفس. تقول لواحد: والله أنا لو ربنا أكرمني بالشغل الفلانية أو الوظيفة أنا هكرمك، سأعطيك كذا مثلا، ده اسمه إيه؟ وعد. وعد منك أنت. أما العهد فهو ما يؤخذ عليك. يبقى هنا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان إيه؟ مسؤولا. والحق سبحانه وتعالى موصوف في كتابه بأنه لا يخلف الميعاد، ولم يقل يخلف، لا يخلف الوعد، بل قال الميعاد، برضك علشان يخلينا احنا نستقبل اقداره بشيء من الادب، نستقبل اقداره بشيء من الادب. ما نقولش انا طلبت من ربنا وما اعطانيش مثلا، نقول لا، هو ليه بيقول ان الله لا يخلف الميعاد ما قالش الوعد ليه؟ قال لك هو لا يخلف الوعد لكن في ميعاده، ميعاده اللي محدده هو. ليه؟ لأن الخير لا يكون إلا في اختياره وفيما قدره، لا في اختيارك أنت. يمكن أخر عنك شيء لحكمة وأنت لا تعلمه. أنا قلت قبل كده الإنسان دائما في الحياة يتقلب بين أمرين، بين أمرين: الرحمة والحكمة. الرحمة يشهدها عندما يستجاب له، دعيت ربنا فأعطاك، تشهد، ينبغي أن تشهد رحمته. والحكمة ينبغي أن تشهدها عند المنع. يعني الإنسان ما ينبغي أن يخلو وقته من شهود أحد الأمرين، وقته حاله ما ينبغي أن يخلو من شهود أحد الأمرين، إما الرحمة وإما الحكمة. وهو سبحانه وتعالى غير متهم على عباده فيما يجريه عليهم من أحكامه وتقديره سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى أولا حكيم وعليم، حكيم
وعليم ورحيم، فلا يخرج أي شأن من شؤونه سبحانه وتعالى عن مقتضى الحكمة فيما علمت أو فيما لم تعلم، فيما علمت وفيما لم تعلم. يبقى هنا من الصدق الوفاء، من الصدق الإيه؟ دي الوفاء صورة من صور الصدق. تكون وفي يعني تكون صادق، صادق في إيه؟ في أداء ما تكفلت به أو ما وعدت به، وأن تكون صادقا في أداء ما أخذ عليك، ما أخذ عليك. حتى ولو كانت المعاهدة دي بيننا وبين جماعة مشركين عبدة أوثان، لازم نوفي لهم، نوفي لهم وفاء تاما نعطيهم. يبقى إذن هناك علاقة بين الوفاء والصدق، هناك علاقة بين الإخلاص والصدق. فلا يجوز أبدا في التصور أن يكون هناك إنسان مخلص غير صادق. خلي بالكم دي، هل من الممكن أن تتصور إنسان، وجود إنسان وتقول له أنت راجل مخلص من غير ما يكون صادق؟ الإخلاص هو الداعم، هو الداعم لمواقف الإنسان، الداعم لمواقف الإنسان، المواقف الإيجابية بالذات. يعني إيه اللي يخليك تحسن الأداء؟ الإخلاص، وفي نفس الوقت الصدق. صدق في إيه بقى؟ صدق في معاملتك لربنا، لأنك أنت بتبص مش إن المعاملة دي مني لفلان، لا، حتى وإن كانت مني لفلان، لكنني راعيت فيها ما أوجب علي الشرع من حفظ حقه ورعاية حقه. فرعاية هذا الأمر أو ملاحظة هذا الأمر عند الأداء يعتبر صدق، ملاحظة هذا الأمر عند الأداء يعتبر صورة من صور الإيه؟ الصدق. إذن في تلازم بين بعض القيم، نقدر نقول الصدق بينه وبين الوفاء نوع من التلازم، بينه وبين الإخلاص نوع من الإيه؟ من التلازم، نوع بينه وبين مشاهدة الحق أو مراقبة الحق في الأداء نوع من التلازم. يعني إيه اللي بيخليك أنت يعني تتحرى حسن الأداء؟ ممكن غيرك يفعل هذا من أجل غنم أو من أجل مكسب، مكاسب قريبة، مكاسب قريبة، عاوز مثلا بيحسن الأداء في عمله علشان إيه؟ تبقى له مكانة أو تبقى له، يبقى له شيء من المودة أو شيء من المحبة عند رئيسه، رئيسه في العمل مثلا، أو علشان ياخد حافز، أو علشان ياخد علاوة استثنائية، أو علشان يترقى في وظيفة تانية. يعني قد يكون هذا، وهذا محمود. لكن بقى إذا كان الأداء أساسا حسبة لله أو احتسابا، فهذا أمر أعظم، بأن يكون أداؤك ليس من أجل منفعة عاجلة، وإنما من أجل أن ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن رضا الحق سبحانه وتعالى دائما يكون في رعاية الحقوق على اختلاف مراتبها. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.